كنا نعيش مجموعة في قرية صغيرة، ولما تحسنت الحال بدأ كل إنسان يبني له بيتا بعيدا عن مكانه القديم، وحينئذ توسعت القرية وأصبح لكل منا مسجد يخصه. السؤال الآن عن المسجد القديم، هل نهدمه أم كيف نتصرف في أرضيته؟ جزاكم الله خيرا. المسجد القديم ما دام أن فيه من يصلي فيه إنه يبقى، أما إذا عطل ونجح الناس من حوله فهذا تراجعون فيه المحكمة الشرعية بأخذ نظر القاضي في ذلك، على مرجعه إلى المحكمة بعدما تتعطل منافع هذا المسجد. جزاكم الله خيرا.